أعظم النعم الدنيوية نعمة العافية في الأبدان، ومنحة الصحة للإنسان نعمة لا تساويها نعمة من نعم الدنيا مهما عظمت ولذت. رزقنا الله جميعًا والمسلمين الصحة والعافية، ولهذا لا يعرف حلاوة الصحة إلا من ذاق مرارة الأوجاع والأسقام، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. إخوة الإسلام، السعيد الموفق من عرف النعم أثناء وجودها فقام بحقها وأحس بقيمتها، وإن أوجب الشكر على نعمة الصحة